وهم معنا أصحاب هذا المأتم، من كلفنا الدعاء إليهم رجالا نساء صغارا كبارا، ولا سيما الحاضرين من كان منهم مريضا أو له مريض. يا الله يا الله، أنت الطبيب ونحن المرضى وبيدك الدواء. من كان طالب حاجة اقضي حاجته. صاحب هذا المأتم، المؤسس لهذا المأتم الشريف، الأخ الموفق أحمد أبو غدير، اللهم يا ربي تقبل عمله بأحسن قبولك، ادفع البلاء عنه وعن عياله، أعنه سالما هو وعياله والذين حضروا هذا المأتم في كل سنة وعام، سالمين غانمين محروسين يا ربي بعينك التي لا تنام لأموات صاحب هذا المأتم وأموات الحاضرين والجالسين والسامعين وأمواتنا ومن مات على الإيمان والشهداء. الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد، الصلاة الحسينية 3 مرات بأعلى أعلى أصواتكم.